السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة شيوات مع رجاء. اليوم نوجد معكم كيس بواحد طريقة سهلة ورائعة، كنتمنى تجربوه بواحد العجين عجيب وكيصدق في 100%، كنتمنى تجربوه. مهم هنا عندي ربعة ديال الزبدة، ربعة درت النص ديالها، ما درتش ربعة كلها، وقطعتها طريفات هكا. مهم على هذه الطريقة. وعندي هنا الملح كنضيفوه القياس ديال الملح، لحقاش انا دايره واحد الكمية اللي هي قليلة، تقدروا ديروا كمية اكثر من هذه. وعندي بيضة واحدة، المهم هنا عندي بيضة واحدة، المهم تقدروا ديروا كمية اكثر من هذه، صراحة كيجيو رائعين، كنتمنى تجربوهم. وكنخلطو مزيان بحال هكا، كنخلطو ديك البيض مع ديك الزبدة مزيان، كنخلطوها. صراحة كيجيو رائعين، كنتمنى تجربوهم. وبواحد الطريقة العجين ما تلصقش لينا في المول ديالنا، المهم واحد الكيس كيجي رائع، كنتمنى تجربوه ولو تقدروا تعمروه نتوما باش ما بغيتو. الحشوة على حساب نتوما اشنو بغيتو تعمروه. من بعد فاش ولا لي الخليط بحال هكا، دابا غنضيف الطحين. المهم غنضيف كميه بكميه، ما نقدرش ندير كلشي دقه واحده، المهم هانتوما تبعوني، كنضيفو شويه كنخلطو. المهم كنبقاو غاديين مع الخليط ديالنا. المهم بهذه الطريقه كتنجح لكم العجين 100%. قدر كيقول لك ما تدلكوش العجين ديال الكيش، لا بالعكس، واخا تدلكيه غير هي فاش كدلكيه كتذوب لينا ديك الزبده كامله، ما تتبقاش. المهم بحال هكا كنديروا غير الكميه اللي غنحتاجو. المهم انا استعملت القياس ديال جوج كيسان ديال العنبه اللي استعملت في هذا الخليط. المهم بحال هكا تولي لي العجين على هذا الشكل، هذا بحال هكا. المهم دابا غنديرو في شي بلاستيك وغنحتفظ فيه في الثلاجة، حتى باش كيرتاح لي داك العجين، ومع هو مع فيه الزبدة باش ما كتذوبش لينا داك العجين، ما كترخاش لينا، باش كتجينا في الطريقة ديال فاش كنطلقوها وكنقطعوها كتجينا ساهلة، ما كتكونش مطلوقة بزاف مع كتذوب لينا ديك الزبدة الا كان الحال سخون. من بعد فاش احتفظنا فيها دابا هنا في هذا البلاستيك ديالنا، غندوزو دابا باش نديروها في الثلاجة ونخليوها ترتاح. مهم من بعد نتلاقاو باش نوجدو ليمون ديالنا باش ما تقدرش يلصقنا فيه داك العجين. مهم هنا عندي الطحين وعندي الليمون، هما هادو على هذا الشكل. المهم انا اختاريت هادو، ما كبار ما صغار، نتوما تقدروا ديروا الحجم اللي بغيتو. عندي هنايا الزيت، دابا غنحاولوا ندهنوهم مزيان بحال هكا بحال هكا، كنحاولوا ندهنوه كاع من الجوانب ديالو بحال هكا. ومن بعد كنديروا فيه الطحين، حقاش بزاف الناس كيقول لك يلصق ليهم. المهم بهذه الطريقه ما يبقاش يلصق ليكم بحال هكا بحال هذا الشكل هذا. المهم صراحه جربوا الطريقه وغتنجح معكم 100%، كنتمنى تجربوها. ودابا غندوزو باش نجيبو العجين ديالنا باش نطلقوه ونقطعوه. المهم من بعد فاش ارتاح هو هذا على هذا الشكل هذا. المهم انا غنخلي في البلاستيك اللي احتفظت به فيها هنا فين غنطلقو، بلا طحين بلا والو، على هذا الشكل. المهم بحال هكا كيجي ساهل، كتقدروا تطلقوه وما كيمحلكوش في الطليق بحال هكا. المهم كتبقى لنا العجين ديالنا بحال هكا، تنحاولوا نقادوه كيمشي لينا الحجم بحال باش فاش نقطعوه كيجينا لي كيس ديالنا
ما كيجيش واحد كبير وواحد صغير، ولا واحد غليظ وواحد رقيق، تيجينا حجم واحد بحال هكا على هذا الشكل. المهم من بعد فاش طلقته هذا بحال هكا، قطعت ديك البلاستيكه من الجن. دابا ندوزو باش نقطعوه. المهم بحال هكا كنجولو داك البلاستيك وكنقطعوه بحال هكا على هذا الشكل. المهم كناخذوا دوك المون ديالنا صافي، وكان ناخذوا دابا ديك اللي باش قطعنا دوك الكيس ديالنا، وكناخذوا كنحطوه في المون. المهم بحال هكا كنحطوه وكنحاولوا نثبتوه بحال هكا على هذا الشكل. تيجينا القياش هو هذاك، انا ما نقدر نقش منه حتى شي حاجه، يعني قطعت القياش اللي انا غادي يجيني في المون ديال الكيس بحال هكا. كنحاولوا نثبتوه بحال هكا كيجي، وكنستمروا بحال هكا حتى كنكملوهم كلهم. كنستمروا هكا تنساليوهم، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه الحشوه اللي غنعمر بها الكيس. المهم هنايا عندي في الحشوه اللي غنعمر بها، عندي هنا بيضه وحده، وعندي علبه ديال الطون كنخليها هي الاخر عاد باش كنستعملها، وعندي ياغورت بلا سكر، وعندي الملح، وعندي الفرماج. المهم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعمر بها. والمهم الكيس ديالنا دخلناه دابا الفران، غيطيب غير نص ديال الطياب ليا انا، باش تقدروا نتوما طيبوا طياب كله. المهم كنخلطوا مزيان بحال هكا، كنضيفوا ديك الملح وكنخلطوا مزيان. لحقاش هاد الكيس اللي غنصايبو مالح ماشي حلو. خلطو بحال هكا، ومن بعد نخرجو الكيس ديالنا من الفران ونعمروه. المهم انا درت له غير نص ديال الطياب، ما طيبتوش الطياب كله، تقدروا نتوما طيبوه. انا اللي كيس مالحين
كنطيبهم من نص ديال الطياب، اما حلوين كنطيهم الطياب كامل. المهم ها هو على هذا الشكل، هذا ما مطيبهمش يعني غير نص طيبه بحال هكا. دابا غنعمروهم ومن بعد ندخلهم الفران ونقدموهم بصحة والراحة. المهم كنتمنى تتابعوني على القناة وتابوناو عندي وتعملوا لي لايك. المهم بقاو معايا باش تشوفوا طريقة الشكل النهائي ملي غنخرجهم بعد من الفران.